هاي، ازيكم؟ تعالوا النهارده نشوف موضوع الشاب الاسباني اللي عايش لوحده واكتشف حياه 2027. ناس كتير بتقول ان ده ممكن يكون فيلم خيال علمي او برمو لفيلم جديد بيتعمل، بس في الحقيقه الشاب ده طلع وكشف عن هويته على مقاطع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ان هو دخل في غيبوبه في 2021 وانه فاق من الغيبوبه في 2027 ووجد نفسه وحيد في العالم لوحده خالص، زي ما انتوا شايفين ده الفيديو اللي هو نشره. طبعا ناس كتير من الناس اللي بتتابعه شككوا في الحوار وقالوا ان ده برمو وان ده بروباجندا وان ده مجرد فيلم جرافيك وان حاجات كتير. طبعا طلبوا منه ان هو يدخل اماكن زي الانديه الاسبانيه وزي اماكن سياحيه، زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو دي بعض اماكن مولات ومحلات تجاريه كبيره هو دخلها، وبالفعل بيصور فيديوهات ان هو لوحده موجود، واماكن سياحيه كبيره في اسبانيا موجوده، وبرده بالفعل هو باين في الفيديو ان هو بس لوحده وان هي كل الشوارع فاضيه وكل الاماكن فاضيه. طبعا الاله دي سألها وقال لها احنا في سنة كام، فهي الجوجل ردت عليه وقالت له ان احنا في 2027 وبالتحديد في مارس 21 مارس 2027. فطبعا الموضوع عامل ضجة كبيرة جدا، ومش عارفين يا ترى ايه الحوار ولا ايه النتيجة في الحوار ده، بس هنشوفه. طبعا الشاب ده خد شعبية كبيرة جدا ومواقع التواصل الاجتماعي كلها عاملة عليه ضجة، وناس كتير برضو ما زالت لسه بتشكك فيه، إلا إنه برضو مصر ومصمم إنه بينشر لسه مقاطع بتؤكد كلامه. خلينا نشوف إيه الصح، ويلا نستنى في فيديو جديد. باي.